انسى نحبكم كامل معايا وحتى كذلك الرجال، انسى شوبينغ تاعهم ما نحكي لكمش عليه، وتعرفوه هو الماعن. قبل ما نديكم تحويسه الماعن وتشوفوا الماعن اللي شريت برخه وزن ندير فيها اتين شخشخ راسي في ساحه الجيدو، من هذيك الجهه حكمت الطريق وساحه الجيدو جاي في بشار. هذا الطريق ولا الزنيقه يسموها زنيقه ولا طريق تندوف ولا سوق تندوف، وين رحت لهذا السوق بالناصر محلات بالناصر وين يبيع الاشياء هنا تقريب كامل غير ب 10000. هذا كما تشوفوا دي قطاعه تاع البطاطا كيف دير ب 10000 بزاف شابه وهايله. وعنده هذا كما نقولوا حنا الكيلة واللي هو المعايير اللي توزنوا بهم تاع الحلويات تاعكم ولا المأكولات. كيف فيها 4 كيلة من الكبيرة الصغيرة المتوسطة حتى الصغيرة كامل تنت ب 10000. وهذا المحل يبيع كيف بزاف اواني شابه وهايله. راكم تشوفون هذه العصاره تاع القارص ولا تاع الليمون ولا تاع البرتقال ما شاء الله هايله صغيره كيف ب 10000. وكاين بزاف اشياء يبيعهم في هذا المحل، منها الاواني، والاواني هنايا لي سيرفيس ثاني كيف رخاص وكل وحده والسومه تاعها. كما راكم تشوفوا هنا 4 نتاع هذا المول ولا تاع المقروط بزاف هايل، شوفوا فيه 4 اشكال ما شاء الله. المقروط تاعكم يجي مشكل ربي يبارك. وهذا كيف ب 10000 تقدر تجي اخرى يبيعكم المول وحده برك يبيعوا يقدر يبيعوا 15000، ولكن هادو 4 ب 10000. هذه السباتول اللي يخدموا بها لي كيك ولا الباتيسري يعني ما شاء الله كريمات كلش بكيف ب 10000 الوحده. هذا المقص على شكل كرية يخدموا بها لاكريم، تخدموا بها حتى البولة تاع البيونداشي بزاف صوالح يتخدموا بهذا المقص. كيف السعر تاعو ب 10000. هذا اللي كما راكم تشوفوا فيها اللي تكرازي البطاطا ولا نعبزوا بها البطاطا، حبيت نشري هذه تاع البلاستيك كيف ب 10000 ولا تاع السيليكون ما شاء الله هايله بزاف، خير من هذيك تاع الحديد اللي بالخف يضربها كما حنا نقولوا حنا جهتنا كان الميديتي تتسدد بالخف. وهذو النجوم اللي يشبعوا ضو كيطفوا الضو في الدار يولوا يضويو يعني تزيدني بهم الدار. هذه السليله هذه خاصه بالمكاتب يحطوا فيهم سلاوات ادوات كل شيء، ولكن انا جبتهم نحتاجها باش نقطر فيها الحلويات نحط فيها حاجات يعني تخدموا بها بزاف صوالح. كما راكم تشوفوا البورتمونجي هذا فيها 4 خاص بالاطفال ما شاء الله، هذا يدير 20000 فاميل في 4 تاع لي بورتمونجي تاع الاطفال تاعكم اللي تعطيهم الكوتيك يروحوا يقراوا في المدرسه تعمروا لهم فيهم شويه يجوا 4 بيس يعني 4 قطع. كما راكم تشوفوا حتى ملهي كاين الكوزميتيك عنده كلش هنايا وبسوم تاع ما تخيلوهاش غير ب 10000. كما راكم كذلك هذا بورتمونجي للدراري الصغار الاطفال تاع اللي يروحوا الروضه يديروا مشكل، اذا كان الطفل يديروها بالغوز ولا كان الطفل يديروا بالاحمر ولا بالازرق ولا باي لون، عنده الوان متعدده في هذا البورتمونجي فيها المغرف تاعها والفرشيطه ما شاء الله. حتى الدراري يبغوا يدوا فيها الماكله وحتى ماكلتهم ياكلوها. هذو من المشتريات اللي شريتهم من عند محلات بالناصر، وكاينين مشتريات اخرين شريتهم من محلات اخرين. يعني وليت لكم غير المحل هذا هو اللي يخدم يعني يفتح جديد ويبيع هذه الاواني. كما راكم تشوفوا هذه قطاعه تاع التفاح ما شاء الله هذا كيف غير ب 10000. هذه القطاعه تقطعوا بها البطراط تقطعوا بها الجزر الخيار تاعكم يجي مدرج ويجي مشكل كما تحبوا. هذا نوع اخر عنده بزاف عده اشكال وانواع متعدده ما شاء الله ما نحكي لكمش. يا سلام هذه اللوحات كيف تحطوا فوق منهم يعني التشكيله تاعكم تاع اللي صالي اللي تاع كلش، هذه تحطوا فوق منها الحاجه سخونه. وكما شفتوا ديك اللوف تاع المكسرات تحطوا فوق منها المكسر تاعكم كاوكاو جوز لوز بيستاش تحطوا فوق منها حلوه الترك يعني للتزيين البيت. هذو منهم قطاعات منهم للتزيين كيف ما شاء الله تحطوا فيهم لي صالي تاعكم لي بيتزا تحطوا هذو مغارف صغار تاع الاطفال كيف تاعو
واحد الحده، وهذه الكريات العجيبه لكم تشوفوا فيهم ما تامنوش واش يخدموا. هذه الخدمه تاعهم يديروها في الماشينه لافي، ومن بعد تمشي الماشينه، ومن بعد هذاك القشطكم ما راحش من بعد يولي مشبك، يعني تسرح القش داخل الماشينه لافي. كما راكم تشوفوا هذا نوع واحد اخر نتاع هذاك الليمول تاع المقروط، ما شاء الله عده اشكال. هنا كاين زوج غرام كيف دوبلي، ولكن شغل الشكل تاعها كي الشهده، الاخرى كي الزهره، والاخرى خطوط ما شاء الله. ويبيع هنايا الصوالح تاع تاع الغسيل تاع اواني من كل انواع، صانيبو، جافيل، ايزيس، كل شيء. هذه تحوسنا كانت في محلات بن ناصر، وين جاي في سوق تندوف في ولاية بشار، يعني قلب مدينة بشار حدا جيتو. ومن جهة نروحو للألبسة تاع الرجال، وين حنا رانا وصل شهر رمضان، الشهر الكريم، شهر الرحمة والمغفرة، إن شاء الله نصومو بالصحة والهنا. هذه المحلات، هذا المحل بازار كبير الله يبارك ما شاء الله، يبيع فيه عدة أنواع من العبايات الشتوية والصيفية للأطفال وللكبار وحتى للنساء، منها الجلابيب يعني الجلبابات تاع النساء بكل أنواعها وأشكالها، حتى الشتوية والنسوي، الشتوية والصيفية عفوا. كما راكم تشوفوا هنا عدة أنواع، كاين لي جابادور، كاين هذاك القميص الطويل، كاين القميص القصير، قشابية يعني القشابة، هنايا الألبسة تاع العرسان، يعني من كل أشكال وألوان. أنا نختار هذيك القشابة القوية اللي شفتوها مرت عليكم، هذه اللي راكم تشوفوا فيها التوالم ذكر، كما رانا حنا شوية مازال الحال بارد، توالمنا في رمضان إن شاء الله يوصلوا التراويح، يعني شوية تكون فضفاضة، ما تقلقش إنسان البنادم. هذه العبايات خصيصا للعرسان، للعرسان ان شاء الله يهنيهم وان شاء الله بزيان السعد، هذه مليحه لهم بزاف، يعني البسه عبايه بكل، كاين 3 بياس، كاين 4 بياس، يعني كاين بالسروال والجلبه تاعها، كاين والبرنوس، وكاينين اللي جايه كومبلي غير قميص وفي هذاك من فوق البرنوس تاعها، يعني عدد اشياء يبيع بزاف صوالح هايلين. نتمنى انكم اذا زرتوا مدينه بشار تجوا ليها. شوفوا هنا ديك مثل الالبسه تاع الاطفال اللي تاع الختان، الاطفال اللي الختان كيف اللي يحب يختن وليده كيف عنده هنايا، عنده الصلايات، يعني كل شيء متعلقه بالرجال كاين هنا. ومنها اتجهنا الى محلات بيع التوابل والاعشاب اللي جاي قدام اوتيل المدنيه. هذا المحل عنده واحد التوابل ما شاء الله ما نحكي لكم، شريحته متعبق من برا، يعني التوابل تاعو بالاخص راس الحانوت اللي يكون راس الحانوت التوابل تاعو مقليين ومرحيين، يعني مصفيين ما شاء الله، واحد الريحه تخرج منهم ما نحكي لكمش، يعني التوابل انا كنشمهم نعرف ريحتهم اذا كانت مليحه ولا ماشي مليحه، يعني راس الحانوت تاعو والكرويه هذيك اللي عنده، حتى الكمون يعني مخدومين بالطبع والشان مقليين، قاليهم يعني قلاهم ومن بعد رحاهم، يعني راس الحانوت تاعو فيه تقريبا 14 تابل. وانا قبل كنت خدمت لكم راس الحانوت في القناه تاعي على الطريقه تاع ناس بالشارع، يخدموا بزاف فيها الحريره، يعني طعم واحد الذوق خرافي، بالاخص الصلصات الحمراء والبيضاء، ونحكي لكمش واحد الريحه تشموها منها تعبق. هذوما يعني هذه تحويستنا كانت في ولايه بشار، اديتكم محلات وين يبيعوا الاواني يعني بسوم بزاف رخيصه، ومزيدنا رحنا لمحلات التوابل ومنها الالبسه الرجاليه. خوتي خياتي ما تنساوش تهبطوا الفيديو وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من الوصفات السمر الجزائري. سلام.